السلام عليكم. ألعاب الفيديو للجميع، للكبير والصغير، وللعزوبي وللمتزوجين. وبالحديث عن المتزوجين، سألنا سؤال عن إيش الألعاب اللي تحبون تلعبونها مع زواجكم أو زوجاتكم على تويتر، وكان في تفاعل كثير وجمعنا أجوبتكم، وراح نذكر أكثر الألعاب اللي اقترحتوها في هذا الفيديو، ونتمنى تكون دليل ممتاز للألعاب للمتزوجين، وطبعا الألعاب أيضا للعزاب يقدرون يلعبونها. وقبل ما نبدأ اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وحطوا لايك لو عجبكم الفيديو. معكم فهد الشيحة، خلونا نبدأ. لعبة كراش 4. سلسلة ألعاب كراش تعتبر من أكثر ألعاب المغامرات شعبية عندنا، وهي أكثر اسم مشهور في مكتبة بلاي ستيشن لأنه بدأ مع الجهاز من بدايته، وطبعا صدر منه أجزاء كثيرة ومختلفة ومتنوعة، والمتزوجين قالوا أنهم يحبون يلعبون لعبة كراش 4 موتا موتا، يعني لما الزوج أو الزوجة تخسر يجي دور الشخص اللي بعده. هذه من الطرق القديمة اللي تخلي ألعاب اللاعب الواحد تلعب مع ناس كثير. وفي كراش 4 أطوال لعب جماعية أيضا يساعد فيه، واللعبة تدعم اللغة العربية من قوائم ونصوص وحتى دبلجة صوتية. اللعبة متوفرة على جميع الأجهزة. لعبة سوبر ماريو بارتي. شخصية ماريو أشهر من نار على العلم، وهو يعتبر الشخصية الأيقونية في عالم ألعاب الفيديو، واللي ألعابه وضعت الأسس لباقي الألعاب اللي تبعته. وطبعا صدر له أجزاء كثيرة جدا ومتنوعة، وأحد اختيارات المتزوجين كان لعبة سوبر ماريو بارتي، وهي عبارة عن لعبة جماعية ممتعة مثل فكرة ألعاب الطاولة مونوبولي وغيرها، والهدف فيها تجميع أكثر عدد من النجوم. وميزتها إن فيها ألعاب مصغرة أو ميني جيم تكون موجودة بعد كل جولة في اللعبة، ويكون فيها تحدي كبير. طبعا في تنوع في الألعاب بحيث يكون كل واحد الوحدة، أو تكون 2-2 أو حتى 3-1، وكل طاولة تلعب وهي المراحل اللي تلعب فيها تكون لها خواص فيها تميزها عن غيرها من المراحل الثانية، وتقدر تشتري أدوات تساعدك في سرقة النجوم أو القروش. جدا ممتعة اللعبة وحصرية لجهاز نينتندو سويتش. لعبة أوفر كوكت الأول والثاني. هي لعبة طبخ جماعية ممتعة ورسومها كرتونية مضحكة، يكون فيها تنوع كبير في تصميم المراحل اللي فيها. فكرة اللعبة بكل بساطة انك تشتغل طباخ في مطعم، ولازم تطبخ طلبات الناس بسرعة قبل انتهاء الوقت المحدد لها. عملية الطبخ تكون عن طريق تجهيز الاكل بالتعاون مع باقي الطباخين في المطعم، وكل طباخ راح يكون يمسك وظيفة معينة. مثلا واحد يمسك اخذ البصل وتقطيعه، والثاني يغلي الموية ويحط الباستا فيها، والثالث يخبز الخبز، والرابع يقطع اللحم ويجهزه. والممتع فيها أن يكون فيها تنوع كبير في المراحل، بحيث في البداية يكون عبارة عن مطبخ كبير مفتوح والكل يتحرك براحته فيه، والمراحل اللي بعدها يكون مثلا المطبخ مقسم وما يسمح بحرية الحركة فيها. وأزواج كثار اختاروا اللعبة هذه للمتعة اللي فيها، وأنا أقول رمضان جاي ينفع تعطيكم هذه اللعبة أفكار أطباق تطبخونها مع بعض في المطبخ في تجهيز الفطور أو السحور. اللعبة متوفرة على جميع الأجهزة. لعبة العلم نور. هي لعبة حصرية على جهاز بلاي ستيشن، وفكرتها انها من لعبة مسابقات ثقافية ممتعة، والجميل فيها انها ما تحتاج ان يكون عندك اكثر من يد عشان تلعبونها، لانكم راح تستخدمون اجهزة الجوالات في التحكم في اللعبة، وتدعم حتى 6 لاعبين، يعني 6 جوالات. ويكون فيها تنوع كبير جدا في نوع المحتوى، بحيث يكون في اسئلة تجاوب عليها عن طريق الخيارات او توصيل الكلمات، ويكون فيها أدوات تستخدمها ضد باقي اللاعبين. اللعبة تكون ممتعة للزوجين بحيث يستمتعون ويثقفون نفسهم في نفس الوقت، بس طبعا كل ما زاد عدد اللاعبين صارت المتعة أكبر. وأكثر شيء جميل في اللعبة أنها تدعم اللغة العربية من قوائم ونصوص ودبلجة وأصوات، وكلها عربية، وهذا الشيء يكسر حاجز اللغة ويخلي الجميع يستمتع في اللعبة. لعبة ساك بوي مغامرة فتى. شخصية ساك بوي أول ظهور له كان في لعبة ليتل بيج بلانت، وكانت عبارة عن لعبة يكون فيها أدوات لصنع مراحل من اللاعبين ومشاركتهم لها مع باقي اللاعبين على الشبكة. ولعبة ساك بوي مغامرة فتى تغير أسلوبها بحيث صارت لعبة مغامرات كاملة مثل ألعاب ماريو، واللعبة فيها مراحل متنوعة كثيرة ورسومها جدا جميلة، وتم اختيارها من الأزواج لأنها تدعم اللعب التعاوني على جهاز واحد وحتى على الشبكة، وكل شخص يقدر يصمم ساك بوي الخاص فيه على مزاجه. واللعبة تدعم اللغة العربية من قوائم ونصوص ودبلجة بعد. متوفرة حصريا على جهاز بلاي ستيشن 5 و4. لعبة ماينكرافت دنجنز.
لعبة ماينكرافت من أشهر الألعاب في التاريخ، وهي بكل بساطة عبارة عن لعبة يكون في لك الحرية في تصنيع الأدوات وبناء أي حاجة نفسك فيها. ولعبة ماينكرافت دنجنز اختلفت تماماً فكرتها عن اللعبة الأصلية، وصارت عبارة عن لعبة مغامرات واستكشاف للمغارات والبحث عن الكنوز والأسلحة فيها، وفيها لعب جماعي ممتع. والأزواج ذكروا اللعبة هذه لأن فيها متعة كبيرة تلعبها مع شخص يعز عليك، خصوصا لما تساعده في اللعبة وبعدين تجلس أسبوع تذله فيها تقوله تتذكر لما ساعدتك في لعبة ماينكرافت دنجنز. اللعبة متوفرة على جميع الأجهزة. لعبة سوبر ماريو 3 دي وورلد. ألعاب ماريو غنية عن التعريف، ولعبة ماريو سوبر 3 دي وورلد صدرت في البداية على جهاز نينتندو ويو، وبعدها تم نقلها إلى جهاز نينتندو سويتش مع إضافة محتوى جديد فيه اسمه باوزرز فيوري، وفيه ماريو لازم يتعاون مع باوزر جونيور في الفوز على باوزر، ويقدرون اللاعبين انهم يلعبونها في نفس الوقت بحيث واحد يتحكم بماريو والثاني يتحكم بباوزر جونيور. والمتزوجين اختاروا اللعبة هذه لان فيها تنوع كبير جدا في المرحلة من ناحية التصميم والطرق اللي تخليك تجمع الشموس فيها. طبعا هذا غير اللعبة الاصلية اللي هي سوبر ماريو 3 دي وورلد، واللي فيها عوالم مختلفة وكل عالم فيه مراحل كثيرة، واللعبة تدعم حتى 4 لاعبين في نفس الوقت. وهذا غير أيضا ألعاب الكابتن تود في الاستكشاف وحل الغاز، واللي يقدرون يلعبون الأزواج مع بعض فيها. يعني اللعبة هذه مليانة محتوى كثير جدا، وهي حصرية للجهاز النينتندو سويتش. لعبة التيكس تو. هي اللعبة الجديدة من المخرج العربي جوزيف فارس، وهي عبارة عن مغامرة جميلة وساحرة في مراحل مختلفة التصميم، والتنوع فيها كبير جدا. وسبب اختيار متزوجين لها لأن أبطالها أيضا زوج زوجته، واللي تحولوا إلى دمى صغيرة في اللعبة، وعليهم الخوض في مغامرة كبيرة في استكشاف وحل ألغاز وتنوع كثير في طريقة اللعب. واللعبة تكون طول الوقت الشاشة من قسمة، وعلى الأزواج أنهم يتعاونون فيما بينهم عشان يقدرون يتقدمون في اللعبة. الجميل فيها أن في كل مرة تلعبها راح تكون مغامرة جديدة ومختلفة عن اللي لعبتها من قبل، يعني فيها تنوع كبير وإعادة لعب كثير. اللعبة متوفرة على جميع الأجهزة ما عدا النينتندو سويتش. لعبة سوبر سماش ولعبة بروهالا. هذه اللعبتين عبارة عن لعبة قتالية وفيها شخصيات كثيرة متنوعة من ألعاب نينتندو وألعاب يوبي سوفت، والمتزوجين اختاروها عشان فيها تنوع كبير مثل ما قلنا في الشخصيات، وممتعة جدا في اللعب، وتفيد أيضا في حل النزاعات اللي تكون بين الزوجين مثل مين راح يغسل الصحون اليوم، وبعدين يتجالدون في اللعبة والخاسر يغسل الصحون. لعبة سوبر سماش حصرية على جهاز نينتندو سويتش، أما لعبة بروهالا متوفرة لجميع الأجهزة مجانا حتى الجوالات. وهذه كانت الألعاب اللي أنتم يا المتزوجين اقترحتوها لنا في التغريدة، أتمنى تكون دليل ممتاز لباقي المتزوجين وحتى العزاب أيضا. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.